السلام عليكم ورحمة الله متابعين القناة. اليوم نتواجد بمنطقة تقع جنوب فرنسا في الباكا، في جهة الباكا بوكلوس بالضبط، فونتين دو بوكلوس، منطقة رائعة جدا. درجة الحرارة هذا اليوم حوالي 32، ولكن في هذه المنطقة برودة رائعة جدا بصراحة. أنا أمشي في الماء الآن، قدماي تتجمدان، ماء بارد جدا. مروا هذه المنطقة، نكتشفها معا. ففرجة ممتعة لكل عشاق الطبيعة الذين يحبون المناظر الطبيعية، وأنا واحد منهم. فتحية لكل متابعي القناة، وإن كنت جديد في مشاهدة هذه القناة فلا تنسى ضغط اشتراك لكي يصلك المزيد من الفيديوهات. بصراحة قدماي تتجمدان، شمال صغير هنا. بصراحة أحاول العبور إلى الجهة الأخرى، لكن هذه المنطقة غارقة جدا. سأحاول من العبور من الجهة المقابلة، وأخاف أن أزلق. روعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طريق ضيق جدا هنا بين الشجيرات. هذا المكان يعني يمر فيه محبي رياضة ركوب القوارب.
أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المناظر التي شاركتها معكم. مياه صافية جدا، انظروا المياه يعني باردة جدا.
lado, porque no es un poco mitad, ¿no? No, pero ¿o lo inventaron o aprendieron de los lados? Je te dis non, monsieur.